سيدنا انا زوجي الراتب الشهري مال اكل بلي، وكل شهر جاي خمسه، كل شهر يخمس، كل شهر جاي خمسه، واحنا حالتنا يعني كلش يعني لا تشوفنا تعبانه، يعني ثمان نفرات غرفه واحده. عجيب والله، بغرفه واحده. حتى اقول له يا ابن انت سوي سنه خمسيه، ليش كل شهر تخمس؟ عايفنا احنا يعني لا غرفه مال البنات لا كل شيء. يسمعني هو الان ام فاطمه؟ يسمعني لو احكي؟ والله ما ادري، هو بالعكس يعني. انت سجلي الكلام اللي راح اقوله بالموبايل، واذا اجي سمعيه. ام فاطمه تقول زوجي عنده راتب عسكري وكل شهر يخمس. ما شاء الله، وحالتنا ضعيفه واحنا ثمانيه في غرفه واحده. يا رجال يا مؤمن، يا مؤمن ابو فاطمه الورد حبيبي، انت كل شهر تخمس على اي اساس؟ ليش يعني؟ ليش كل شهر تخمس؟ تاخذ راتبك راسا تعطي خمس، ليش؟ الخمس حبيبي لما زاده، الخمس لما يزود عن المؤونه. هسه انت بعدك ما صارف على اطفالك، بعدك ما منطي لاطفالك، تاخذ تخمس، شنو معناته؟ هذا صار عندك وسوسه، مو صحيح. فانت عين لك، يلا الان عين لك مثلا راس شهر مثلا اول شوال عيد الفطر، راس سنتك الخمسيه عيد الفطر، عينها، ومن ذاك الوقت الى عيد الفطر الاخر في طول السنه انت اصرف على عيالك على اولادك، ما زاد ماذا تتخمسه؟ ما يزود تخمسه، وانت بهالوضعيه ما راح يزود فلس عندك، فليش انت تخمس يا ابني؟ احنا والله تورطنا ويا هالناس، بعضهم نقول له خمس وما يخمس، عنده مليارات والله مليارات. واحد مسكين الله عنده راتب واهله ثمان نفرات في غرفه وكل شهر يخمس. حبيبي مو هالشكل قضايا، قضايا مو هالشكل، قضايا بحسب ماذا؟ بحسب التكليف الشرعي. تكليفك الشرعي ان اللي يزود من رواتبك يزود عن حاجتك، يزود عن حاجتك السنويه، عن حاجة السنوية، مو الحاجة الشهرية، الحاجة السنوية إذا زاد أنت تخمسه. أنت عليك بأولادك، عليك ببناتك، وسع عليهم، الله يوسع عليك.